منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة والسلام. هنا من هذا الموقع تحفة ميادين سباقات ميدان المرموم يتجدد اللقاء بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء من خلال هذه الانطلاقة المسائية التي تحمل منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في أشواط التميز التي تعلن انطلاقها في هذا المساء، مؤكدة قوة الأشواط التي تحمل الأسماء المتميزة في المنافسة والتحدي والاندفاع. بسم الله وعلى بركة الله بدأت انطلاقة أول الأشواط، وهو شوطنا الخاص بالإبكار المحليات الأصايل الذي انطلق هنا باديا بأول منافساتنا في هذه الأمسية المميزة على أرضية هذا الميدان. نرحب بمشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في هذه الأمسية من خلال أشواطنا العشرة التي تحمل 8 كيلومترات. على بركة الله بدأنا ونسير بالمقدمة، نتابع الصدارة، نتابع المركز الأول وما يعلن أيضا من انطلاق هذه التحديات. سلهودة على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني عالية في المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان وصادق بن فضل الأمين. في التضمير المركز الثالث الشاهينية، على المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد، بينما المركز الرابع نعود مباشرة بوجود هيلمان في المركز الرابع لهج العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الخامس هناك الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سيف بن أحمد بن خريدة الإنيبي. انتقل للمركز السادس في هذا الانطلاق، هناك نتابع هملول في المركز السادس لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ومحمد بن سعيد بن بروك الحميري يتابعها، بينما المركز الثامن عودة إلى حشيمة في المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك أيضا المنافسة علي بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز التاسع عودة إلى المركز التاسع في هذه المناسبة ودفرة في المركز التاسع لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. والمركز العاشر هناك في المركز العاشر شاهينية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. هذه أسماؤنا مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال هذه الانطلاقة، من خلال هذا المساء الذي يتابعه في هذه اللحظات، حيث سير 8 كيلومترات، أشواط الإمتاع، أشواط المنافسة، أشواط التحديات على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله، رباعية المقدمة، صدارة البدايات الأولى التي تنطلق هنا في هذه اللحظة عابرة إلى المقدمة والصدارة في هذا الاندفاع القوي. هناك الصدارة وهيلمان، هيلمان بدأت تقود المقدمة في هذه اللحظات لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير والشاهينية. على الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سيف بن أحمد بن خريدة الإنيبي، وهنا أيضا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ولكن التضمير لدى الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. انتقل إلى المركز الرابع في هذا الدخول، سلهود على رابع المراكز لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، وعلى المركز الخامس عودة إلى هملوله لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد ومحمد بن سعيد بن بروك الحميري. تابع هذه الانطلاقة والتحديات والإثارة والمنافسة على أرضية هذا الميدان، بينما المركز السادس سلامي على السادس، هي دفرة في المركز السادس لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، والمركز السابع لا تزال تحتفظ به حشيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير، وعلى المركز الثامن عالية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان وصادق بن فضل الأمين في هذه الانطلاقة. وهناك على المركز التاسع شاهينية في المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد، بينما المركز العاشر في هذه الانطلاقة تو
لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم السعيد بن سالم آل نيبي. هذه الأسماء، هذه المنافسة، هذه التحديات على أرضية هذا الميدان في هذا المسار الجميل والمؤكد لهذه الانطلاقة الأولى التي تحمل إثارة هذا الميدان ومنافساته وانطلاقاته. ما شاء الله، لا زالت الصدارة هناك رباعية، والكل هنا يتوجه إلى منطقة الثلاثة أو منطقة الأربع كيلومترات، منتصف المسافة وما تحمله من منافسة وانطلاقات وتحديات. نباري المقدمة، نتابع الصدارة عن قرب بالعين المجردة الأولى التي تبدأ في هذه اللحظة مقتربة من انطلاقة الأربع كيلومترات القريبة من هذه اللحظات، ولكن الطموح هنا لا زال متواجدا لدى الجميع في هذه اللحظة المؤكدة لهذا الاندفاع. لا تزال هيلمان مسيطرة على المركز الأول من خلال هذه اللحظات في هذا الاندفاع. لهجن العاصفة والوافق هنا يقودها بثقة التحدي وثقة المنافسة مع هيلمان التي سجلت من إنجازاتها ومنافساتها في السن الأصغر المتميز. المركز الثاني سلهود على المركز الثاني لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير في هذه المنافسة، بينما المركز الثالث عودة إلى الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سيف بن أحمد بن خريدة آل نيبي. المركز الرابع، الله، الشاهينية في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. والمركز الخامس هملولة على المركز الخامس لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والتضمير لدى محمد بن سعيد بن بروك الحميري. يا سلام في هذه الإثارة الشبابية ودفرة، تصل في المركز السادس تحمل هذه التحديات لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما سابعا عودتنا إلى حجيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. والمركز الثامن هذه هي الأسماء التي بدأت وانطلقت هنا تسير مع هذه الاندفاعات الأولى حاملة هذه البدايات المتميزة. يا سلام، الصدارة هناك كما بدأنا من بداية الانطلاق وبداية هذه المسارات التي تعلن هذا الاندفاع، هي الصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام، بدايتنا هناك مع رباعية هناك تقود المقدمة والصدارة في المركز الأول. لا تزال تحت أقدام هيلمان على المقدمة وهي تعبر الثلاثة كيلومترات عابرة. هنا إذا على هيلمان على المقدمة والمركز الأول في هذا التحدي وهذا المسار، بينما المركز الثاني في المركز الثاني سلهود على المركز الثاني، اسم آخر عملاق من العمالقة الكبار مع المركز الثاني، وتليها دفرة في المركز الثالث تتنافس هناك مع بعضها تحت هذا الشعار المتميز. المركز الرابع حشيمة على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير، وهملولة على المركز الخامس أيضا في هذا الاندفاع وفي هذه التحديات لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري. أسماؤنا الخمسة الأولى التي تتواجد في هذه اللحظة وفي هذا المسار وفي هذه الانطلاقة المتميزة. الله 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 الله، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى البداية. هيلمان خلاص سجل أيها المدون، ودون يا من تعلن أيضا في هذا الشوط يحمل هذا الشعار العاصفة 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 على المركز الأول بوجود هيلمان في المقدمة. تفتتح هذا الخط المستقيم إلى نهاية مطاف هذا الشوط وانطلاقته. ما شاء الله، هيلمان إذا على المركز الأول أعلنت أنها متصدرة فائزة في هذه الانطلاقة مع هجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير. أيضا يتابع ويراقب هيلمان المقدمة بلا, بلا, بلا منافس ولا منازع على المقدمة والصدارة. المركز الثاني سلودة، والمركز الثالث دفرة أيضا لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، أكملها ثلاثية في هذا الاندفاع. المركز الرابع حجيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة علي بن راشد بن حمد
بين قدير في هذا المسار. قائد العمليات في الفرقة 11 التراثية. إذن هنا نبدأ من خلال هذه اللحظة. يا سلام، منافسة هناك والصدارة، وأتوقع خلاص أسجل وأدون من خلال هذه اللحظات. وأرفع أيضا هنا تهنئتنا بالناموس هنا لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا الدفاع القوي لهيلماني صاحبة هذا الشوط من إعلان أسمائنا في أول منافسة وفي أول تحديات. شكرا يا الواثق حمد بن راشد بن غدير الذي يحمل أيضا هذه الانطلاقات، تحمل هناك سجلها حافلا في السن الأصغر، وهنا مع سن الثنايا تنطلق من جديد في هذا العام باحثة عن إنجاز آخر يضاف إلى إنجازها مع 8 كيلومترات حينما وصلت إلى سن الإبداع والإمتاع سن الكبار. إذن هنا المقدمة والصدارة وهيلمان على المركز الأول بانفراد تام من خلال هذه اللحظات. الله 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 الله، يا ريت لو كادر انفرادي يا ابو عدنان ايضا لصاحبة المركز الاول من خلال هذا المسار، وهي هيلمان برقصها الجميل وانطلاقها واندفاعها على مقدمة هذه البداية الاولى. يا سلام يا سلام، اسرعت الخطى، انطلقت هناك على مقدمة هذا الشوط، تعلن نفسها هنا، تؤكد وتثبت وتوقع بالشمع الاحمر، وهنا على هذا الشوط بأن الناموس يذهب لهيلمان. وانطلاقة العاصفة في هذا المساء المؤكد لبداية منافسة متميزة كما هو الاسم لهذه الأشواط. المركز الثاني لا تزال على المركز الثاني دفرة، انتقلت المركز الثاني، تلاحق وتحاول الاقتراب من خلال هذه اللحظة إلى المسار. وأتابع المركز الثالث، أجد سلهودة في المركز الثالث. ثلاثية العاصفة تعلن هذه الانطلاقة، تعلن هذه الاندفاعة التي تحمل هذه البداية المميزة. ما شاء الله وتبارك الله، لحظات الاندفاع في هذا المسار من خلال هذا الاندفاع الذي يحمل خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير. هيلمان الناموس الأول يذهب إلى هيلمان، يعلن انطلاقة هيلمان في هذه اللحظات من خلال هذا المسار الأول. تهانينا والناموس في هذه اللحظات إلى العاصفة وهجنها في هذا المسار. بينما المركز الثاني كانت انطلاقة دفرة في المركز الثاني، المركز الثالث سلهودة على المركز الثالث والمركز الرابع. شاني في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس نعود إلى حشيم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذه هي الأسماء، هذه الإثارة، هذه الانطلاقات، هذه التحديات على أرضية هذا الميدان في هذه المنافسة القوية التي تبدأ هنا من خلال هذا الانطلاق المثير الذي يبدأ في ثاني الأشواط. يحمل هذه المنافسة عودة للتوقيت الزمني كما نتابع 12 دقيقة 52 ثانية، وفان وتماما وكمالا هو التوقيت الزمني الذي صاحب انطلاقته هيلمان على المركز الأول. بينما المركز الثاني كان من نصيب دفرة اللي وصلت في المركز الثاني وأعلنت انطلاقها أيضا بقوة 12 دقيقة 54 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية. والمركز الثالث طارت إليه سلهودة في المركز الثالث، تعلن هذه اللحظات بإضافة ثالث المراكز أيضا لناموس هجن العاصفة في هذا الانطلاق. وهنا أيضا توقيت زمني 12 دقيقة 56 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية كما نحمل هذه البداية وهذه